تمام. ضياء الفقرة هذه يعني أعتقد واضحة، أنا أسألك حاجة وأنت تجاوب بكلمة بس. تمام يلا. الميني تقول شكرا من الوسط الفني، أعطيني اسم. اسم ما لو بنذكر اسم بيزعلوا الغير يا رويدة، ما بيش نذكر أسامي، بنشكر أي حد قال لي ضياء برا في مسيرتك. لمين تقول انت خيب ظني؟ خيب ظني رويدة هالبناس، رويدة ما نبيش نذكر وما نبيش نوجه حد، يعني شخص خانك، شخص غدر بيك، شخص ولا هلبة؟ ايه هلبة هلبة هلبة، وما نبيش نذكر اي حد باش ما نبي نجرح اي حد. الفن الشعبي ولا الفرانكو؟ الفن الشعبي اكيد. شعبي، عندك مبدا والله، تحيه لك. الراب ولا الفن الشعبي؟ الفن الشعبي زعما انه نجيهم نشوفوك تغني في راب ضياء. مستحيل مستحيل، وحاولت راه ما قدرتش. من قدوتك في الغناء؟ قدوتي في الغناء يعني ما هم والله الا في فنانين اقسم بالله حتى تبارك الله. حتى عرب اعطيني يعني اسم هيك ديما تسمع له. هنا في ليبيا اللي نحب نسمع له اكثر حاجه، اكثر حاجه بجديات فوزي المزداوي. واخيرا اعطيتني اسم الحمد لله، حلقه كامله وانا نقول قول اسم ما قلتش توا، بس اعطيت اسم. تحيه مني انا ومنك لاستاذنا الكبير فوزي المزداوي. ما رويدة أنا ما نبيش نوجه حد، فهمتي؟ ما نبيش حد يزعل مني. الغناء الشعبي خلاني نحقق شهرة، لو غنيت حاجة تانية ما كنتش حنوصل لهذه الشهرة، صح ولا غلط؟ صح. باهي أعطيتني اسم مطرب على الساحة الليبية اللي هو أستاذنا الكبير فوزي المزداوي، نوجه له تحية. أعطيني اسم توا عربي لما تسمع تقول الله صوته. كاظم الساهر. تحية لي. لو كان ينعرض علي دور في التمثيل نقبله ولا نرفضه؟ نرفضه أنا. السبب؟ لأن يعني مش مجالي التمثيل. آخر سؤال طبعاً حنسأله لك، لو يرجع الوقت في هلبة حاجات غلط ما كنتش نديرها، صح ولا غلط؟ صح. برافو عليك وعلى صراحتك ضياء.